مرحبا، حلقة جديدة من برنامج أجندة منعرفكم من خلالها على أبرز النشاطات اللي عم بتصير بلبنان والعالم. منبدأ مع معرض استعادة للفنانة سامية حلبي بعنوان 5 عقود من الرسم والابتكار. المعرض يلي بدوم 70 عمل فني من لوحات ومنحوتات ورسومات ومطبوعات وأعمال حركية مبتكرة من المجموعة الكاملة والتجارب والاكتشافات يلي نشأت فيها. المعرض تخلله توقيع كتاب عن مسيرة الفنانة ويلي بشكل عام بيعكس صورة تثبت التقدم التكنولوجي للبشرية وتأثيره على الطبيعة والمجتمعات. نظم جالوري أيام بالتعاون مع شركة سوليدير معرض استعادة للفنانة الأديرة سامية حلبي بعنوان 5 عقود من الرسم والابتكار، حيث أقيم المعرض يلي تخلله توقيع وأطلاق كتاب عن أعمال الفنانة ومسيرتها. اليوم بيروت، مركز بيروت المعارض، عم يستضيف معرض استعادة للفنانة الكبيرة الشهيرة الفلسطينية سامية حلبي. وسامية حلبي كانت من أول الفنانين اللي كان سكنوا بلبنان وبتعرف لبنان كتير منيح وبلشت شغلة بلبنان وعطاء كتير كتير كبير بالعالم، وهي من الرواد للفن العربي المعاصر، وأعمالها مقتنيين بعدة المتاحف العالمية، وعاشة هي بنيويورك. بقى نحن حبينا أن بيروت تستضيفها مرة تانية، هي بيتها التاني بيروت. الموضوع اللوحات الجديدة هو حقيقة الطبيعة، الإيقاع بالطبيعة والنور بالطبيعة، كيف ممكن نوضح عن إيش منشوف بالطبيعة بدون ما يكون إنه ننقلها جزء جزء، وإيش ممكن نوضح عن الطبيعة لما نشوفها خلال وقت أطول من دقيقة أو تنتين. إن أنت بتروح بتصور بدك تأخذ لقطة، أنا بدي أخذ فكرة أكتر، بدي أحط القوانين العامة الموجودة بالطبيعة اللي هي بتحكم الطبيعة وتحكمنا إحنا كبني آدمين، فهذا هو قلب اللوحة. مثل كل سنة انعقدت الدورة 7 من منتدى المرأة العربية والمستقبل نوف تحت عنوان التمكين من خلال الرياضة والابتكار، وذلك بأوتيل فور سيزنز ببيروت. بهالإطار تم مناقشة إمكانيات رائدات الأعمال والحقب التاريخية وتعزيز الحصول على التمويل، بالإضافة للإضاءة على أبرز قصص النجاح. من خلال مؤتمر صحفي أقيم بفندق الفور سيزنز ببيروت، أقيم إطلاق الدورة 7 من منتدى المرأة العربية والمستقبل نوف تحت عنوان التمكين من خلال الريادة والابتكار، يلي بتنظمه مجموعة الاقتصاد والأعمال ومجلة الحسنة. ورح يجمع هالحدث وللسنة 7 على التوالي بيئة متميزة من المتحدثين والمشاركين رجالا ونساء من العالم العربي وعلى الصعيد الدولي. هيدي الدورة 7 لمنتدى المرأة العربية والمستقبل نوف، وهيدي السنة الثانية يلي منركز على موضوع ريادة الأعمال. موضوع ريادة الأعمال موضوع كتير مهم وأساسي، خاصة لأنه هو مفتاح لأنه المرأة تاخد استقلاليتها ومفتاح أساسي لتنمية المجتمع. ونحن بهالمؤتمر بهمنا نبرز دور المرأة، أهمية دور المرأة كرائدة أعمال، ونشجع هذا الدور، وبهمنا تعزيز المبادرة عند المرأة. يعني
نحن حابين انه بالسنين الجايه انه نركز ناخذ يكون تركيزنا دائما على موضوع رياده الاعمال ونستمر بهذا الموضوع. فحتى اسم المؤتمر صار اسمه ناوف ويمن انتربرنور. بريك صغير ونرجع معكم لنتابع أجندة، خليكم معنا. هارت بيت يلي أنشأ عدد من الأطباء بالعالم سنة 2005 صارت اليوم مؤسسة كبيرة بعد 10 سنوات من التبرعات لأجزات صغيرة للمحافظة على قلوبهم. هالسنة أضيف للحملة هارت بيت بوكس المدعوم بمشاركة البطل الرياضي ماكسيم شايا، كونه سفير الجمعية من سنوات طويلة لجمع مبالغ أكبر للأطفال ومعالجتهم. نجحت جمعية هارت بيت خلال العقد الأخير بإنقاذ 1700 طفل مصاب بأمراض القلب بفضل سخاء المتبرعين بعطائهم. ولمناسبة الذكرى السنوية 10 على تأسيسها قررت أنه توسع مساحتها لتوصل لعدد أكبر من المتبرعين من خلال إطلاق حملة هارت بيت بوكس. وتم اعتماد هارت بيت بوكس من قبل ماكسيم شعيا وهو سفير الجمعية من فترة طويلة. بمناسبة العيد العاشر لتأسيس هارت بيت عاملين أوبريشن اسمها هارت بيت بوكس كامبين، اللي هي هالبوكس اللي عم نوزعها على الناس مع ماكسيم شعيا أزهيرو تا يعبوها ضمن إمكانياتهم ويرجعوها حيالة فرع من بنك عودي للإجي فيها ضمن إمكانياتهم. هيك كل واحد بيساعد تينقذ حياة ولد، وكل علبة فيها قلب بينبض. الجمعية تأسست سنة 2005 والهدف تبعها هو مساعدة الأطفال اللي بيخلقوا بمرض قلب خلقي. صرنا من سنة 2005 لسنة 2015 مطببين أكثر من 1700 طفل. المساعدات بتجي من كل الأنحاء. اليوم عم نحتفل بالعيد ميلاد العاشر وعم نطلق هالحملة الجديدة The Heartbeat Box. وبما انه تعرف كتار بيدعموا مؤسسة هارت بيت، وبما انه بنك عودة بالطليعة، بما انه انا سفير بنك عودة، حبيت انا اكون موجود حتى يعني نشجع على هالمبادرة هيدي. وبهالمناسبة عم فرجي وثائقي صورته خلال اخر رحلة عبر المحيط الهندي. ومنتابع أجندة مع معرض للفنان مازن خداش بجاليري 392 ميل 393 حمل عنوان حال الوسط. معرض فردي ضم أبرز أعماله الفنية وتضمن 29 لوحة وتخللوا 3 عروض فيديو وعروض مباشرة. الأعمال بتتميز بالخطوط المحددة ويلي بتعبر عن الحالات الإنسانية الباطنية والهوية الجنسية. بعد فترة من الانتظار قدم جاليري 392 ميل 393 معرض حال الوسط للفنان التشكيلي الصاعد مازن خداش، حيث عرض خداش من خلال هالمعرض أهم وأبرز أعماله الفنية بما أنه فنان متعدد الاختصاصات، حيث بيكشف حال الوسط يلي هو عنوان المعرض عبر استخدام وسائل فنية متنوعة. هيدا معرض التشكيلي الثاني اسمه حال الوسط. بحكي فيه عن عن الاكستريمز اللي بنعيشهم نحن هون بحياتنا اليوميه،
عن الأطراف السياسية والاقتصادية والاجتماعية وخصوصا الشخصية اللي بتصير بيناتنا بيننا وبين حالنا ومواضيع حساسة أحيانا منخاف نحكي فيها وأنا هون عم جسدهم بلوحاتي وبالفيديوز وباللايف بيرفورمانس. الفنان أكيد ربنا اختار كمية معينة من هالعالم الخلقاني بالدول ليكونوا فنانين لأنه عطاهم شيء اللي ميزهم عنا نحن الناس العاديين. فهذا نحن نستمتع هالكمية الكبيرة من العالم نستمتع بهالشيء اللي بيعملوه هالكمية البسيطة بالعالم اللي اسمها فنانين اللي بيعملوه من رسم ونحت ومسرحيات جميع أنواع الفن. أنا بقول لهم هن بيتعبوا بيسهروا كل الليالي يومين ثلاثة يطلع الرسمة بنستمتع فيها نحن بلحظة. فالفن شغلة كبيرة وشغلة هي بتخلي الإنسان يرتاح نفسيا ويرتقي لمحل أفضل وأحسن. حفل عشاء لأوتيل ميريت رويال بأوتيل فينيسا ببيروت وتحديدا بمطعم أودوفي كرم من خلاله الإعلاميين بمحاولة للإضاءة على هالمنتجعات الجديدة بتركيا وأيضا بمحاولة لفتح أفق التعاون والانفتاح بين البلدين وتعزيز السياحة. أقام ميريت انترناشنال هوتيل نورث سايبرس حفل عشاء على شرف أهل الصحافة والإعلام بفندق الفينيسيا وتحديداً بمطعم أودوفي، حيث عبر رئيس مجلس إدارة ميريت انترناشنال أوتيل سيد ريها أرار عن شكره وامتنانه لأهل الصحافة لدعمهم ومشاركتهم بالتواصل بين البلدين. Ce soir, nous avons un dîner pour la presse. Hier soir, nous avons fait pour remercier à nos invités qui viennent souvent chez nous pour des invités fidèles que nous appelons. Et nous avons préparé une soirée et ce soir, grâce à eux que nous avons aujourd'hui notre nom, Mérite Royal in Libanon, à Beyrouth, pour remercier à la presse, nous avons organisé aussi un dîner de presse. حبينا نعمل نحن نعزم كل الميديا بلبنان لحتى يكون عندهم اطلاع أكبر على كل اللي عم نعمله كل الأكتيفيتيز اللي عم نعملها بالميريت رويال وبالميريت بريميوم اللي فتحناه جديد كمان من 3 أشهر. فمشان هيك عملنا العشاء هذا. هلأ بقبرص طبعا عندنا 7 أشهر صيف، فمن أبريل من أول أبريل لآخر أكتوبر حتى نوفمبر مندل نقدر نسبح هونيك. هلا كل شهر عنا إيفنت، كل شهر عنا. طبعا بالنسبة للأوتيلات اللي بالكاتيجوري هاي كفايف ستار وبلس بعتقد أسعارنا كتير رخيصة، كتير منيحة ودرسناها مزبوط يعني لحتى نوفرها لكل العالم لتكون بمتناول كل اللي بدهم يجوا السياح. طبعا بريك صغير بنرجع معكم لنتابع أجندة، خليكم معنا.
أجندة بكمل معكم، ولكن هالمرة مع حفل عشاء بالجولدن توليب الجناح ببيروت. تم الإعلان عن إطلاق نادي جديد من روتاري وهو على يوست، وذلك بحضور عدد من الشخصيات والوجوه الاجتماعية يلي ركزت على رسالة الهادفة لخدمة المجتمع وترسيخ الصداقة بين الشعوب. بمناسبة إطلاق نادي روتاري علي ويست، أقامت الممثلة الخاصة لمحافظة المنطقة الروترية 2452 السيدة لينا طليع وأعضاء اللجنة التأسيسية بنادي روتاري علي ويست حفلة تسليم براءة النادي الجديد، وذلك من خلال حفل عشاء وبحضور عدد من الشخصيات. أول شيء تقلك شوية، الروتري هو منظمة عالمية بتضم 34 ألف نادي ب 200 دولة، وهلأ هيدا الكلب جديد علي ويست انضم لهالمجموعة، وهيدي المنطقة اللي نحن فيها هي منطقة روترية المرتة 2452 بتضم 9 دول، وهذا الكلب جديد انضم إلون. يعني العناصر الموجودة فيه مشكل من كل الفئات، من كل المستويات العلمية والثقافية، وبيختص النادي هلأ بيعمل مشاريع إنمائية بالمنطقة. يعني كلنا نعرف أن الروتري هو نادي هدفه الخدمة بالمجتمع وهدفه التواصل والصداقة بين الشعوب. نتمنى على نادي روتري علي ويست انه كمان ينجح بهالمهمة ويقدم اللي الماكسيموم اللي فيه يقدر يقدمه للمنطقة. وهذا النادي هلأ بدأت مسيرته ان شاء الله الليلة من تشارتر نايت، ونوجد لخدمة المنطقة اللي بننتمي لها غرب عليه، ولتنمية المشاريع، أنماء المشاريع وتلبية حاجاتها. بالحقيقة أنا روتاري من سنة 2000، ساهمت بتأسيس نادي بساحل علي بال 2006 وكنت رئيسه، ولكن لأسباب معينة تغير النادي واضطرينا نفتح نادي جديد سميناه علي ويست. وهذه المنطقة بتضم حدودها من قضاء علي سوق الغرب لتروحي غربا لتوصلي للشويفات. ستي الروتري مؤسسة خدمة مهنية بتخدم مجتمعاتها، بتخدم الناس اللي حواليها. كل ما زاد الروتريين، كل ما زادت أندية الروتري بالمنطقة، كل ما كانت أحسن وأكثر الخدمة لهذه المجتمعات. اليوم في عنا إحنا 78، اليوم هذا رقم 78 النادي اللي عمالنا من ثبته بالمنطقة الروترية تبعنا. بمناسبة عيد الحب، أقامت فيرجن ميجا ستور داونتاون بالتعاون مع المصور فراس شهاب الدين إيفنت تحت عنوان Play the Love Card، يلي تضمن نشاطات متعلقة بالمناسبة ضمن حضور عدد من الإعلاميين والضيوف يلي حبوا يبرزوا الناحية الإيجابية للحياة. أقام فيرجن ميجا ستور وسط بيروت ومثل كل سنة بمناسبة عيد الحب إيفنت تحت عنوان Play the Love Card، حيث جمع عدد من المهتمين ويلي حبوا يتعرفوا على مستقبلهم بهالإطار، وخاصة بوجود التارو ريدر مدام أجي. Thank you so much. اليوم الايفنت اللي احنا عاملينه ان كولابوريشن مع فيرجن ميجا ستورز، وهو من اللي كرمال فالنتاين، وي نيد تو شو هيك شويه ديفرنت اسبيكت لفالنتاين. بدنا تو سبريد مور لاف بلبنان، بدنا نرجع انه في عن جد ريل ارتست تعبانين يشتغلوا عن جد للبلد ويعملوا شيء عن جد حلو اوريجينال.
فذاتس واي قررنا نعمل كولابوريشن مع فيرجن كرمال نربح كمان 3 فوتو شوتس ل 3 كابلز على فالنتاين ويكونوا انسبايرد باي سيرتن موفيز صراحه لانهم كثير حلوين فبندعي الكل لحتى يجوا ويشاركوا ويربحوا معنا. الفكرة كتير سيمبل بنوعها، هي كلها عم تلعب على اللوف كارد أو الورق اللعب مثل ما كنتوا عم تشوفوا بالسال، عاملين كذا اكتيفيتي حوالي هيدا الموضوع، مشان هيك بتشوفوا جايبين هيك داعيين الأصحاب والفي آي بي كلاينتس الميديا وعاملين مثل كوكتيل صغير وفي تارو ريدر عم هيك عم بتبصر بالورق عن اللوف لايف للكابلز. تارو شو بيعني تارو؟ تارو جاي من كلمة تورات، تورات معناتها Old Testimony، it means spiritual cards. كل كارت اخذ وقت كتير 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 تا يصيروا مثل ما نحن هلا شايفين قدامنا، هن 78 كارت، 78 كارت، كل كارت له معنى ونفتحها 3 مرات 12 12 12، present حاضر، near future and far future، يعني الحاضر المستقبل القريب والمستقبل البعيد. ما بعرف هو عنوان الكليب الجديد يلي اطلقته الفنانه يارا بفوكس سينماز ببيروت سيتي سنتر وبحضور عدد من الاعلاميين والاصدقاء يلي هنوا يارا بالكليب يلي قدمته بمناسبه عيد الحب. كل الاجواء بهالتقرير. قدمت الفنانة يارا أغنيتها الجديدة ما بعرف يلي أطلقت من خلال حفل ببيروت سيتي سنتر وتحديدا بفوكس سينماز، حيث عرض الكليب للمرة الأولى وبحضور عدد من أهل الصحافة والإعلام. ما بعرف كيف بنظرة بتعمل هيك، بتاخدني ليك وبموت عليك، ما بعرف شو اللي عم يسحرني لمست ايديك ضحكت عينيك حسيت بروح. يعني كليب كتير حلو عن جد، دايما عم خبر اللي بعرفهم انه ما حسيت اني صورت كليب اول شيء، لانه انا دايما بقول انه كتير بيتعبني تصوير الكليبات، بتهرب منهم اذا بدك، فبهيدا الكليب كنت كتير محمسه، كنت كتير مبسوطه ومرق هيك بسرعه بلمحه بصر. انا عم البس خاتم عمري بالايد، عم اعشق انا عم اخلق من اول وش ادعى اسمك. يعني بدي ادعي له يعمل بعد كليبات حلو كتير عن جد، حلو والغنيه حلو، ترجم كان قريب لقلي بالكلام، يعني هيدا الكليب حسيته ترجمني أكثر من غيره. أبدل ليارا مبروك، دول عادل مبروك، كليب حلو مهضوم، يعني عن جد قد ما صدقناهم بالمشاهد الشائعة اللي عم يحكوا فيها بالبلد أكدناها يمكن هون، بس هي مش مظبوطة، يعني عم بيحضروا فيلم سينما، بنقول لهم ألف مبروك. عم حس بلون الدنيا أحلى صار، عم عيش نهار بألف نهار، عم يضحك قلبي مثل ولاد صغار، صرت المشوار.
نوصل لختام حلقة الليلة من أجندة. إذا كنتوا حابين نكون معكم بمناسباتكم الثقافية الفنية والاجتماعية، ما تنسوا ترسلونا على البريد الإلكتروني agenda@future.com.lb، وفيكم ترجعوا تشوفوا الحلقة على العنوان التالي futuretvnetwork.com، وأيضا فيكم تعملوا لايك لبيج أجندة on Future TV. وهيك بودعكم وبقلكم باي.